مساء الخير مشاهدينا، في هذا الوقت الصعب وفي هذا الظرف الاستثنائي اللي كلنا نعيشه في العالم، في البحرين الكل قاعد يبذل جهده من جهات ومؤسسات وأفراد، ويتكاتف ويتعاون الجميع، والكل يقدم الغالي والنفيس لحماية مستقبل هذا البلد. لكن للأسف بعض التجار فضلوا جانب الربح والطمع والجشع على وطنيتهم وعلى حاجة الديرة لهم في هذه الفترة الحساسة. من حق التاجر أن يبيع، ولكن بالحد المعقول وبمبالغ معتدلة، ولا أنه يستغل هذه الفترة ويستغل حاجة الناس. وبالتحديد في هذا الوضع لازم كل تاجر يفكر بديرته ومصلحة عيال ديرته وبس، لأن الثروة الحقيقية هي هذا البلد وأهل هذا البلد. حياكم الله في الرأي. مشاهدينا، موضوع دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص أخذ حيز كبير من اهتمام الدولة واهتمامكم أيضا، وردت الكثير من الاستفسارات حول آلية عملية الدفع وغيرها من الأمور في هذا الموضوع. بناء على التوجيهات الحكومية تقرر رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر من صندوق التأمين ضد التعطل. ومعنا على الهاتف الأستاذة إيمان مصطفى المرباطي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. مساء الخير أستاذة. مساء الخير أختي هيا، ومساء الخير لجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك حياة شاء الله أستاذة. يعني كيف يعني راح تتم عملية التسجيل إلكترونيا عبر الخدمات الإلكترونية الجديدة المطروحة في موقع الهيئة، وشنو هي الإجراءات اللازمة لإتمام هذه الخدمة؟ في إطار استعدادات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ التوجيهات الحكومية لإتمام دفع رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر من صندوق التأمين ضد التعطل ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص، أطلقت الهيئة خدمة تسجيل رمز الحساب البنكي الدولي لأصحاب العمل لصرف رواتب العاملين لها لمدة 3 أشهر على موقعها الإلكتروني www.sio.gov.ph. الخدمة دي الجديدة تتيح لأصحاب العمل تسجيل رمز الحساب البنكي لدفع رواتب البحرينيين لمدة 3 أشهر، بتكون أبريل ومايو ويونيو. نعم. قامت الهيئة بإطلاق دليل إلكتروني استرشادي يوضح خطوات التسجيل لصاحب العمل لإدخال رمز الحساب البنكي الآيبان. وكذلك موجود على الموقع التأكد من عدد الموظفين المسجلين لدى صاحب العمل في منشأته وأجورهم. بعد الانتهاء من التسجيل بترسل له رسائل نصية وبريد إلكتروني لصاحب العمل يفيد بانتهاء عملية التسجيل. هذه بالنسبة للتسجيل حق الموقع الإلكتروني. أستاذة، يعني في حال إذا وجدت يعني استفسارات عند المواطنين، كيف راح يكون التواصل معكم؟ في عندنا الخط الساخن للهيئة رقم 17-00-00707 خلال فترة الدوام الرسمي، وبعد الدوام بتكون في الأيام العادية من الساعة 7:30 للساعة 8:30، وحتى في الإجازة الأسبوعية أو العطلة الأسبوعية من الساعة 9 للساعة 11 بالليل مساء. حبيت بس أوضح نقطة الاشتراكات، يمكن من خلال إطلاق هذا الموقع والكثير من الاستفسارات اللي جاتنا حبينا نوضح اللي بالنسبة للاشتراكات. بالنسبة للاشتراكات بيكون مدعوم من ضمن الدعم الحكومي، بيكون اشتراك الموظف فقط اللي هي 7%، فاحنا من الدعم الحكومي راح يصرف راتب الموظف اللي عادة يصرفه بالإضافة إلى سداد الاشتراكات للهيئة. على صاحب العمل هو يدفع 12% حصته. هاي بالنسبة للموضوع، لأن أكثر النقاط اللي كانوا يستفسرون منها كانت هذه النقطة. كفيتي وفيتي أستاذة إيمان مصطفى المرباطي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، يعني حرص حكومة مملكة البحرين على يعني تأمين رواتب موظفي القطاع الخاص نابع من مسؤولية كبيرة ودليل
صريح على أن المواطن هو ثروة هذا البلد وهو صاحب الأولوية. جهود جبارة تبذل تشكر كل جهات الدولة عليها. بنطلع فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل معكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا. للمؤسسات المجتمع المدني والنشطاء دور مهم ومكمل للجهود الرسمية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، سواء على مستوى التوعية أو دعم الأسر ماديا ومعنويا. اليوم احنا معنا نموذج جميل من نماذج الأفراد المتميزين في العمل الخيري، واللي بيكلمنا عن دور الأفراد في ظل الأزمات، وعن جمعية التربية الإسلامية وهي من مؤسسات المجتمع المدني اللي لها مبادرات مستمرة وداعمة للجهود الرسمية والأفراد العاملين في المجال الخيري. بنتعرف أيضا على ما هو المطلوب في المرحلة القادمة. معي في الاستوديو خالد موسى البلوشي، متخصص في المشاريع الاجتماعية والإغاثية. حياك الله أخوي خالد. الله يحييك أختي هيا. أهلا وسهلا فيك. الله يحييك حبيبتي. وعشان يعني أنا أشكركم طبعا على الجهود اللي نسمعها ونشوفها حقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا في هذه الفترة، وهي يعني في هذه الفترة ظرف طارئ علينا واستثنائي. يعني دوركم أنتم يعني مؤسسة مدنية جمعية تقومون بعمل الكثير من الأمور، وهذه دليل وترجمة على أهمية التكاتف المجتمعي أو الشراكة المجتمعية. إلى أي مدى اليوم أخوي خالد مهمة الشراكة المجتمعية في تخطي أزمة كورونا؟ شوف الله يحفظك، بداية مسي عليك على الأخوة المشاهدين. اليوم إحنا لما نتكلم عن البحرين نتكلم عن مجتمع متكاتف. في مقدمتك تكلمتي عن أفراد، تكلمتي عن مؤسسات. إحنا اليوم اللي معروف عن هل البحرين معروف في تكاتفهم، معروف في أن هم مثل ما يقولون شايلين بعضهم بعض وكلهم عون وسند حق بعضهم البعض. اليوم في الأزمة أو الفترة اللي إحنا فيها مع فيروس كورونا، ودائما المعدن البحريني يطلع خصوصا في الأزمات هذه. صحيح. اليوم في أسر وقف وضعها المادي، في البعض تعثر. اليوم أنا ما أتكلم بس عن دور مؤسسات، اليوم أتكلم عن دور أفراد. اليوم شفنا الأفراد كل من طلع وأطلق مبادراته، من 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 سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، من الناس اللي في الميدان. صحيح. فاليوم في دور كبير للمجتمع وللشراكة المجتمعية أن إحنا نكمل ونساند الدور اللي تقوم فيه الدولة بكل النواحي. صحيح. في الناحية في دعم الأسر، في 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 توعية المجتمع، في أيضا تبنينا لمعديد من المبادرات اللي موجودة. صحيح. تأكدنا على كلامك أخوي خالد، فعلا يعني يمكن يعني إحنا عندنا هذه المعدن البحرينيين بسرعة يأخذ موقع البحريني، ما ينتظر أحد يعني يطلب مبادر. منه صحيح مبادر وخدوم ويحب أنه يتعاون. ذكرت حضرتك أنه يعني عرفتوا أن هناك في أسر يعني منها اللي تضررت ومنها اللي احتاجت ومنها اللي يمكن يعني قصرها شيء، فأنتوا كيف رصدتوا يعني احتياجات الأسر؟ شوفي الله يسلمك، إحنا اليوم في البحرين في كثير من الأسر اللي كان مرتبط عملها ب توصيل طلبة المدارس، في أسر منتجة. صحيح. في ناس معتادة، خصوصا نحن مقبلين على شهر رمضان. صحيح. معتادة تقوم بعض الأشياء الخاصة بشهر رمضان. نعم. فالأصل في حالات موجودة اللي يقدم لها الدعم الدائم من قبل مؤسسات أو من قبل متابعة الأفراد، وإذا بنتكلم عن جمعية التربية الإسلامية. في حالات لا، في حالات والله الناس بدأت تتكلم عنها. يعني احنا اليوم لازم نركز على شيء اساسي. اليوم في اسر متعففه، في ناس ما تتكلم. صحيح. وهذه الفئه اللي احنا دائما نوصل لها. ونوصل لها بصمت. اليوم البعض يلومنا يقول انتوا وينكم عن المشاريع داخل البحرين؟ يمكن احنا نضطر نوثق برا البحرين ونطلع، وخيرها للبحرين ترى في شتى انواع في انحاء المعموره كلها، يعني في من في افريقيا وفي في في جنوب اسيا وفي كثير من الدول. اليوم احنا مشاريعنا داخل البحرين ما نوثقها، لأن اليوم إحنا نكون حريصين على عفة وكرامة الأسرة البحرينية. بارك الله فيك. اليوم الله يسلمك، لما أنا اليوم أروح أطق باب أسرة، يمكن ما أروح أنا، يمكن أروح أخذ
مؤن من احد المؤسسات التجاريه واعطيهم عنوانهم وتليفونهم اقول والله وصلوها بحيث انه ما يحرج رب الاسره. اليوم اقدر احول له عن طريق البنفيت المساهمه الخاصه فيه اقدر ادخلها في حسابه. فالله يحفظك. اليوم احنا الاسر هذه في ناس تكلمت عنهم قالوا والله جماعه ترى في ناس متضررين، في ناس احنا بحثنا عنهم كافراد وكمؤسسات. نعم. رحنا شفنا من اللي وقف داخله، من اللي ممكن انه هو يتاثر في 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 هذه الفتره. نعم بارك الله فيكم. اخوي خالد، يعني الى اي مدى اليوم جهود الافراد او حتى يمكن مواقع التواصل الاجتماعي مؤثره في يعني هذا الظرف الاستثنائي؟ يمكن انتم ذكرت ان مجهودكم على مستوى الافراد، انتم سمعتوا ويمكن في احد تكلم، مجهودكم انتم الخاص اللي تقومون فيه، لكن اليوم جهود الافراد ومواقع التواصل الاجتماعي الى اي مدى مؤثره اليوم؟ شوفي اليوم الله يحفظك، لما اليوم انا اتكلم مثلا في الانستغرام في الستوري او اطرح مبادره او اتكلم اقول والله احنا عندنا مشروع، اليوم الكل يبادر يمكن الرسائل الخاصه اللي تي اللي يسال عن طريقه المساهمه، اللي يتصل يقول لك والله انا عندي مبلغ معين بساهم فيه. البعض ايضا يقول لك والله انا عندي جار ترى بس انا استحي اروح له. فاليوم دور وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعني احنا كنا نحاول مو بنحاول دائما نقول احنا ما نبي سمه التكاتف في المجتمع البحريني تروح، لا ترى هي موجوده حتى اليوم في السوشيال ميديا. صحيح. اليوم في نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي كثيرين موجودين ياثر في ذي المجال. البعض منهم يتواصل معنا والله تفضل أو هذه أسرة وصلتني حالتها، في أسر توصلنا حالتها، في بعضهم يكلمك على. فإحنا اليوم دور وسائل التواصل الاجتماعي دور جدا جدا مهم، نقدر من خلالها نوصل رسالتنا إن اليوم نوصل رسالتنا مو بس داخل البحرين، نوصل رسالتنا حق العالم كله إن البحرين اليوم دولة متكاتفة من كل النواحي. اليوم إذا تسمحي لي الله يسلمك اليوم نتكلم عن أفراد المجتمع البحريني، هذه من امر من اجدادنا تعلمنا عليه. صحيح. الفرجان كلها متكاتفه. اليوم حتى المؤسسات اليوم لما اليوم اذا تسمحي لي عندي مثالين. نعم. المثال الاول عندنا المجلس الاعلى للمراه، احد المؤسسات الرسميه في الدوله اطلقت حمله تكاتف لدعم المراه الاسر والمراه البحرينيه، قام بجهود كبيره في دعم الاسر، توصلهم لبيوتهم، توفر لهم كل احتياجاتهم المادية والنفسية وأيضا الاستشارات الأسرية وغيرها. الحلو في الحملة هذه أيضا واللي تشكر عليها صاحبة السمو الأميرة سبيشة بنت إبراهيم رئيسة المجلس على المرأة أن هي قائمة على متطوعين. فاليوم تكلمنا عن أفراد، اليوم هذه المتطوعين موجودين في هذه المؤسسة الرسمية يقدمون الجهد. الرسالة الإعلامية اللي دائما أنا أتكلم عنها واللي الناس يمكن تلومنا اليوم كمؤسسات تلومنا كأفراد ليش ما توثقون وبينتها، ان لما يصير توثيق للحمله هذه ما يطلع البيت حتى يطلع يمكن جزء بسيط من باب التوثيق الاعلامي، ما يطلع صاحب البيت، ما يطلع وهي حفاظا على كرامته. نعم. اليوم لما نتكلم الله يحفظك عن دور المؤسسات. نعم. وناخذ اخوافي جمعيه التربيه الاسلاميه مثال، عندهم مجموعه من المبادرات. ما اقتصر الدور اليوم بس على ان انا اجيب الاسر واشوفهم يعني صار في خط ساخن ممتاز عن طريق الواتساب، اي اسره متضرره في رقم تتواصل معاه وترسل ممتاز. رسائل. نعم. وتحاورون معاهم، لان اليوم بعد الحوار المباشر خلنا على موضوع كورونا في ضعف حق الشخص اللي موجود. فانا بحافظ عليه وحافظ على كرامته. صار في الله يسلمك ان الاسر نفسهم ودعت المبالغ في حساباتهم ممتاز مباشره، ما انتظر مثلا ان لا لازم يجي يستلم. في اسر يقول لك والله انا ما اقدر مرأة كبيرة في البيت أو صحيح. في فرق متطوعة خذت المؤن ووصلتها لبيوتهم، يعني بارك بحيث أن احنا ما نقول بعد والله هذه كابول هاي مبلغ روح اشتر، لا خذوا احتياجات الأساسية ووصلوها. المبادرة الثانية الله يحفظك مو بس دعم الأسر اليوم، في مشروع لسقية الوالدين هو مشروع توفير مياه الشرب. نعم. الجمعية يعني في شراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا توفر هذه الماء في المحاجر كلها اللي موجودة في سواء مركز المعارض، في المطار، في سترة، في المراكز الثانية. تقريباً 300,000 قارورة ماء وصلت من باب الشراكة. اليوم في شراكة، اليوم مو بقول والله الجهات الرسمية تشتغل بروحها، لا اليوم والله في لي دور أن أنا أدعم هذه الجهود. صحيح. الأمر الأهم اللي نحتاجه كلنا اليوم
خصوصا بعد ان احنا ان شاء الله بكره بترجع بعض الامور الى طبيعتها في عمليه التوعيه، وخصوصا توعيه الجاليات الموجوده اليوم. على وسائل التواصل الاجتماعي اطلقت الجمعيه مجموعه من الفيديوهات والبوسترات التوعويه في الانستغرام وتويتر ويوتيوب لتوعيه الجاليات بكل اللغات الموجوده. في فريق نزل ميدانيا يوعي الجاليات اللي موجوده اليوم، صح؟ في شرطة المجتمع وفي جهود وطنية وفي ناس تشتغل تنزل ميدان، لكن أيضا الجمعية ما قفلت جانب التوعوي. هذه هو يمكن نرجع حق سؤالنا الأولي، هذه هو ترجمة صحيحة للتكاتف المجتمعي اللي احنا نعيشه في البحرين وتربينا عليه مثل ما ذكرت يعني حضرتك. فعلا يعني مو بس يعني احنا بيننا وبين أهلنا، يعني يشتغلون أيضا في الجهات ترى هم أهلنا. أهلنا نعم. والناس هم أهلنا ومننا وفينا، فأنت لما تقوم تخدم أي شخص ولا تتطوع علشان أنت يعني توفر راحته واحتياجاته، هذه أعتقد هذه ينطلق من معدن البحرينيين. إحنا هذا الشيء اللي تربينا عليه. قدمتوا فعلا يعني كثير من المبادرات، ولاحظنا أن في يمكن بعضها أو أغلبها صارت على خلينا نقول يعني عن طريق الوسائل الإلكترونية، يعني وظفتوا التكنولوجيا يعني في مواضعها. خلنا نتكلم يعني بشكل اكبر عنها. نعم، شوف الله يسلمك، توظيف التكنولوجيا مو بس من اليوم، يمكن من فتره يمكن من قبل الكورونا واستفدنا منها في كورونا. توظيف التكنولوجيا في التوعيه اليوم، الرسائل والبوسترات خصوصا الرسائل المرئيه والمسموعه. صحيح. لان اليوم انا بوصل مسج، مراكز توعيه الجاليات اللي موجوده تتبع الجمعيه كل بلغته اصدرنا فيديو حق كل انواع التوعيه. نعم. والرسائل اللي او المعلومات اللي نستقيها من وزاره الصحه بحيث انها تكون المعلومات صحيحه وموثقه. نعم. اليوم قضايا التطمين، اليوم الناس اليوم ترى من العمل خير ان اطمن الناس. صحيح. واشرح لهم الوضع، اليوم لما انا اقول والله يا جماعه انا نطلع السوق، اليوم المسجد تسكر، ترى اليوم تقدر تستقل في بيتك تسوي كذا كذا كذا. المراكز التحفيظ ايضا لها دور ان هي تواصل عمليه الحفظ، نستقل ذي الاجازه بعد من خلال وسائل التكنولوجيا. ممتاز. عمليه التبرعات اليوم الكترونيه. اليوم والله في موقع الكتروني تعال تبرع، اليوم في عن طريق بنفت تقدر تتبرع. نعم. نفس الشيء عن طريق عمليه شنو؟ عمليه ايصالها لايصال المساعدات. ممتاز. الى الاسر هذه. نعم. اخوي المرحله المقبله شنو نوع المشاريع او طبيعه المشاريع اللي يعني تطلبها المرحله القادمه؟ شوفي اليوم المرحله الجايه خصوصا مقبلين على شهر رمضان المبارك. صحيح. اول شيء جانب التوعيه هذا لازم نركز عليه كلنا. جاي رمضان احنا متعودين على نقصة رمضان، على حركتنا في رمضان، متعودين على المناسبات اللي صار عندنا. صحيح. في رمضان هذه نحتاج احنا نوعي اليوم كافراد. اليوم في لازم نرجع تفضلتي ربينا على ذي الشيء. اليوم دوري كفرد اطلع اشوف الفريج فلان وفلان وفلان من ناقصه شيء. نعم. يعني اتفقد اللي حواليني واتفقد الناس اللي موجودين. اليوم في ناس ما تتكلم، ما تقول ترى انا ما عندي، ترى ما تقدر. صحيح. اليوم في ناس وهذه نقطة جدا مهمة، في امهات عيالهم اليوم في الصف الامامي موجود ولدها بنتها، فاليوم هذيلا بحاجه ان احنا نقول ترى عيالك في الصف الامامي. صحيح. ترى احنا كلنا عيالك وموجودين، ورغم ذي يمكن ما يتكلمون فاحنا. صحيح. اليوم خلنا نطمن اللي في الصف الامامي ان كله دعم وسبورت. ونقول ترى هلك في الحفظ والصون اليوم لما احنا نينهم. هذه دورنا كافراد، دورنا نطمن الناس اللي موجودين. دور المؤسسات احنا لا نوقف على، وهذه دعوه مو بس حق كل المؤسسات سواء كانت الاهليه او مؤسسات القطاع التجاري والتجار او البنوك وغيرهم. نعم. اليوم خلينا نبحث عن حلول جذريه للاسر المتعثره. يعني احنا نتمنى اليوم بنك من البنوك ولا مؤسسه من المؤسسات وغيرها يطلق مبادره يقول والله انت صاحب حافله باص، اليوم انا عندي احتاج توصيل، فأقدر أن أنا أشغل ذي الشخص ويكون له مصدر دخل. نعم. بنك بالبنوك أنت مقترض من عندي، ترى باقي لك الكثر، خلاص أنا اليوم خلاص خلها علي، همك علي. الله. فهذه مبادرات نتمنى إحنا نشوفها خلال شهر رمضان، ما نبي مبادرات اللي تعودنا عليها. صحيح. لأن في مبادرات ما نقدر نسويها اليوم، إفطار في الشارع ما نقدر نسويه، موائد الإفطار خلنا اليوم نركز عليهم.
الشيء المهم أو اللي إحنا اليوم نحتاجه نحتاج إن إحنا كلنا نتكاتف نكمل بعضنا البعض نتفقد بعضنا البعض. وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، الاتصال موجود، لو نرفع التليفون اليوم نسأل عن جارنا، نسأل عن القريب لنا، نسأل عن اللي عيالهم مشغولين في خدماتنا اللي هم اليوم جنود في معركتهم مع فيروس كورونا. نعم. ودائما أنا أقول البحريني بذرته بذرة طيبة صحيح وصالحة، والبحرين مثل التربة اللي نزرع فيها ومهيئة لزراعة أي شيء. اليوم الحمد لله رب العالمين احنا نفخر بمجتمع واعي ومجتمع راقي ومتكاتف، نفخر بقيادة هيئتنا كل الأمور. صحيح. اليوم لما خالد وهيا وعشرة يون بيفتحوا مؤسسة عمل أو مؤسسة خيرية أو اجتماعية يقدر يتقدم لها ويتحصل على تصريح. صحيح. اليوم العمل خيري والعمل الأمور كلها مهيئة لنا. نعم. فاليوم احنا البحريني بذرة موجودة في 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 تربة صالحة في مجتمع صالح، في قيادة تدعم. اليوم جلالة الملك الله يحفظه من بدأ مشروع الإصلاحي أطلق مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نعم. سمو الشيخ ناصر يبادر بمبادرات، صاحبة السمو الأميرة سبيشة بنت إبراهيم اليوم قدوة كل شاب بحريني، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب الأول رئيس مجلس الوزراء في الصفوف الأمامية في الدفاع عن كل بحرين. هذه كلها قدوات. صحيح. فالبحريني اليوم لما نحن نشوف أي ناتج نشوف أي ثمر، فمعناته اليوم في أسرة صالحة اهتمت في نعم. في دولة وفي قيادة اهتمت فيه. أنا ما قاطعتك نعم. أخوي خالد، لأن يعني كلامك هذه فعلا الكلام اللي يطلع من قلب البحريني. أيوة. هذا الكلام اللي احنا يمكن نحب أن نسمعه، لأن هذه حكينا لما أنت تقول أنه حلو لما كل شخص يروح يتفقد جارة صديقة أهله، مش قاصرك شيء، محتاج شيء، خصوصا انه يمكن كثير من الناس ما تتكلم. نعم. ما تحب انها تتكلم. وجودكم انت وكذلك مهم، مبادراتكم اللي تقدمونها. نعم. ايضا يعني محل تقدير واعتزاز في هذا الوقت. واجب. يعني حلو ان كل واحد يشيل الثاني. نعم. في ظل هذه الظروف الاستثنائيه، والله ان شاء الله يا رب يعديها على خير. آمين. يا رب. امين. وانا بس يعني قبل لا نختم بشكل سريع، فهل في رساله تحب توجهها قبل ما نختم؟ والله رسالتي انا اليوم حق الصفوف الاماميه. أقول لهم أنتوا اليوم تحمونا، تحمون هذا البلد من كل أذى جاي. إحنا عون لكم وسند حق أهلكم. وأنا أقول اليوم إذا إحنا ما فينا خير حق بعضنا البعض في هذا المجتمع الكبير من أفراد ومؤسسات، ما بيكون فينا خير طول العمر، لأن إحنا اليوم في أزمة. صحيح. اليوم صون البحرين وحماية البحرين شو يحتاج منا كلنا؟ البحرين محتاجة سور نتكاتف، محتاجة سور يحميها نتكاتف في كلنا. نعم. ونلتف حول قياداتنا. نعم. ونلتف حول ولاة أمرنا لنخرج من هذه المحنة إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم الله. الله يرحم والديكم إن شاء الله على كل اللي تقدمونه. الله شكرا جزيلا لك أخوي خالد. شكرا. مشاهدينا يعني مثل ما شفنا الجهود الاجتماعية والأهلية جبارة وتواكب الفترة اللي احنا نعيشها. كل الشكر للجميع، يعني مشكورين والله، يعطيكم الصحة والعافية والله يحفظ ديرتنا من كل شر. خلنا نطلع فاصل وبنرجع نكمل معكم. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. مبادرات أبناء وبنات البحرين ما اقتصرت على داخل البحرين فقط في هذه الفترة، ولكن تعدتها إلى الخارج. يعني اليوم فريق البحرين مو موجود بس داخل البحرين، أيضا موجود في الخارج، لأن البحريني قادر أنه يعطي لوطنه والأهله ولناسه في كل موقع كان متواجد فيه. اليوم راح نستعرض مبادرة شبابية من طلاب جامعات الأردن. خلونا نشوف هذه اللقطات الحصرية لبرنامج الرأي. Thank you.
في مثل هالأيام الصعبة على العالم كله رسمت أحلى معاني للأخوة والإنسانية بهمة وعطاء يبدد كلمة تعب قربتنا. عشان البحرين تكاتفنا بالعمل التطوعي بتوزيع المؤونة الغذائية على الطلاب. وصلت المؤونة لحوالي 450 طالب وطالبة في محافظة تربة. في ظل الظروف وحظر التجوال حاولنا الوصول إلى القريب والبعيد في سبيل قضاء حاجة الطلاب. ولا ننسى بالشكر كل من ساعد وساهم خلف الكواليس. معاً ضد الكورونا. ومن الأردن كلنا فريق البحرين، كلنا في خدمة الوطن. شاهدينا معي عبر الهاتف فاطمة إبراهيم محمد، ممثل طلبة البحرين بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. مساء الخير أختي فاطمة وقواكم الله. مساء الخير عليكم، الله يقويك. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على إتاحة هاي الفرصة لنا. أهلا وسهلا فيك. يعني خلنا نتكلم عن يعني تفاصيل حملتكم وشلون بديتوا يعني فيها، ولاحظت أن عندكم عدد كبير يعني من الطلبة والمحافظات اللي كنتم موجودين يعني فيها في الأردن. نعم فعلا. بالنسبة حق هاي الحملة كانت عبارة عن مؤونة غذائية وفرتها مشكورة الملحقية الثقافية البحرينية بعمان للطلبة البحرينيين دارسين بالأردن كتأمين لاحتياجاتهم الأساسية والمواد الغذائية اللي يحتاجونها. البداية يمكن البداية ما كانت من عندنا احنا كطلبة، الحملة بدأت فيها الملحقية الثقافية على رأسها الشخص اللي حمل على عاتقه مسؤولية كل طالب بحريني هنا في الأردن، سعادة المستشار الثقافي أستاذة ندى جاسم الحربان. نوجه لها جزيل الشكر اللي سعت لتذليل العقبات لإيصال المؤونات للطلبة. خاصة لنا إحنا كطلبة في محافظة إربد اللي تابع الآن لسيطرة الجيش العربي كإجراءات احترازية لمواجهة الكورونا. فكان في صعوبة أن الملحقية توصل لنا، في صعوبة أن توصل لنا المؤونة. من ثم تم التنسيق بينها وبين الجيش، فكانت صراحة توصلنا المؤونات والشحنات عن طريق سيارات الجيش نفسها. نعم. كم عدد الطلبة فاطمة اللي مشاركين في هذه الحملة؟ الطلبة اللي شاركنا في الحملة يمكن احنا في أربد وصلنا لعشرة أو 12 طالب، منهم ثلاثة أو ست شباب كانوا مسؤولين عن عملية التوزيع هاي في أربد، بينما في عمان العملية كانت مباشرة من الملحقية الثقافية وموظفين الملحقية الثقافية بمساعدة الزميلة الطالبة عائشة جاسم الخياط ممثلة طلبة البحرينيين بالجامعة الأردنية. الله يعطيكم العافية. يعني فعلا أنا شفت الصور يعني قبل شوي في التقرير، يمكن عدد المؤن اللي كانت موجودة يعني أعداد كبيرة، عشان شيء يعني سألتكم أنتوا يعني كم طالب، وطريقة التوزيع يعني أيضا كانت يعني كبيرة، شلون صار التواصل يعني بينكم وبين الأشخاص، شلون استقبلوكم يعني وردة الأفعال، إذا ممكن يعني تشرحين لنا. نعم فعلا الأعداد كانت وايد كبيرة، والمؤونة أو السلال الغذائية يمكن يخفى على الطلبة نفسهم أنها هي وصلتنا يمكن على 4 دفعات على مدار أسبوع كامل كانت توصلنا شحنات غذائية الحمد لله. إحنا في محافظة إربد يمكن قطينا حوالي 450 طالب، بينما في العاصمة عمان قطوا حوالي 50 إلى 70 طالب بحريني. طريقة التواصل كانت عن طريق قوائم طلبة من خلال الملحقية الثقافية، فيها أرقام التواصل. مجرد احنا كلمنا الطلبة، حددنا مواقع السكن والمناطق وقسمناها وعطيناها حق شباب التوزيع عشان اسهل لهم يعني، والحمد لله سهلت لنا. نعم انتوا يعني رفعتوا الراس فاطمة، يعني فريق البحرين مو موجود بس داخل البحرين، انتوا يعني قدمتوا يد العون والمساعدة يعني لخارج مملكة البحرين، وهذه دائما احنا اللي يعني نفتخر فيه حقيقة لما نشوف يعني أبنائنا يحبون أنهم يعني يتطوعون ويبرون ويساعدون المحتاج في كل مكان. قبل ما نختم، رسالة تحبين أنها توصل لكل من يتابعكم ويبي يتواصل معكم؟ نعم، يمكن الرسالة اللي كلنا نبي نوصلها اليوم رسالة في قلب كل شخص بحريني موجود بعيد عن البحرين،
رسالة فيها حب وفخر حق الجهود الجبارة اللي قاعدين نشوفها اللي تقدمها مملكة البحرين اليوم في مواجهة هذه الأزمة بقيادة سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه وفريق البحرين. وإحنا الصراحة كلنا فخر اليوم أن إحنا نحمل اسم هاي الوطن، كلنا فخر أن إحنا شاركنا لو بشيء بسيط في تمثيل البحرين وتمثيل فريق البحرين حتى في الخارج. الله يحفظكم. فاطمة إبراهيم ممثل طلبة البحرين بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، كل الشكر لكم ولجهودكم جميعا، يعني أنتي وزملاء اللي شفناهم في الفيديو. بارك الله فيكم شباب، رفعتوا الرأس وين ما تكونون، أي بحريني موجود في الخارج يعني يمكن المشاعر توصل قبل الكلام. الله يحفظكم إن شاء الله، وندعي الله سبحانه أنه يعني يحفظكم وين ما تكونون، ودائما أؤكد عليكم أن تحملوا بروحكم وين ما تكونون. خلونا ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها، هاشتاج الراي معاكم في البيت. ومثل ما شفنا في حلقة أمس يعني استقطبت أو ما استقطبت يعني فقط آراء ونصائح من البحرين، ولكن يعني الهاشتاج وصل لدول الخليج واستلمنا الكثير من المشاركات من أشقائنا في دول الخليج. خلونا نشوف معاكم الحين مجموعة أخرى ونرجع نكمل معاكم. لست وحدك، ألزم البيت حفاظاً على حياتك وحماية لعائلتك وجيرانك والعاملين معك وغيرك ممن تلتقيهم في مكان، فهذا الفيروس موجود يتربص بالجميع دون استثناء وعلى حين غرة. الرأي معاكم في البيت، حسين علي المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني وشرفني بأكون واحد من المشاركين عبر برنامجكم المميز. أنا أخوكم سالم القياني. يا أخوان، في ظل الظروف اللي احنا نعيشها محتاجين نكون صف واحد وإيد واحدة تحت قيادتنا الكريمة. سؤال وأتمنى من الجميع أن يشاركني فيه، بيوت خالية أم شوارع خالية؟ والله الكل راح يأكد ويقول بأن شوارع خالية أفضل بكثير من بيوت خالية، يعني أنت قاعد تقدم خدمة وطنية لبلدك وأنت قاعد بالبيت، يا حالاتها من خدمة. والأكثر أحلات لما تكون قاعد بالبيت عندك أهداف كثيرة قادر أنك تحققها من خلال التوعية، من خلال إرشاد، من خلال معايشتك مع أبنائك، من خلال معايشتك مع أهلك. هذه الأمور كلها تحقق من وراها قايات مهمة، لعل من أهم هذه القايات أن أنت إنسان قاعد تكون قدوة للمجتمع اللي أنت عايش فيه والأسرة اللي أنت عايش فيها. احرصوا كل الحرص على تقديم بعض النشاطات المميزة، لعل من أهمها المسابقات. المسابقات هي تنشيط للذاكرة والمعلومات، والخاسر في هذه المسابقات الله يعين على تنظيف البيت. أهلا وسهلا، أحيي أهلي في البحرين العزيزة وبارك لهم وأهنهم بالمنجزات التي تحققت في إطار احتواء أزمة كورونا. هذا يتأتى بتوفيق الله أولا، ثم بتضامن شعبي كبير واعي وحضاري وخلاق مع قيادة أبوية حريصة وصادقة. هذه التهنئة أيضا نتشاركها نحن معكم هنا في الداخل في المملكة العربية السعودية، التي بتوفيق الله تخطو خطوات مميزة جدا أصبحت من خلالها نموذجا عالميا في احتواء هذه الأزمة بفضل الله ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين واهتمامهما وحرصهما بهذا الجانب. أدعو أهلي في البحرين العزيزة إلى مواصلة الروح الإيجابية وإلى مواصلة الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الرسمية، آملين بحول الله أن تنقشع وتزول هذه الغمة والبحرين العزيزة في أتم صحة وعافية بإذن الله، وكل بلدان العالم ووطني العزيز. وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم، مسكم الله بالخير أخواني في كل مكان. أرجوكم قدروا ما تقوم به الحكومات من أجل سلامتكم، لذلك وفرت كل وسائل السلامة، وفرت الكادر الطبي، الأجهزة الطبية، الأدوية، تعمل جاهدة، سخرت كل إمكانياتها، الإمكانيات الصحية والأمنية، كل من أجلك وأجل أسرتك. فياريت نقدر هالشيء. الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيء إحنا مؤمنين فيه، والله سبحانه وتعالى قادر أن يكشف الغمة عنا. ويا رب دعواتكم وخليكم في بيوتكم معززين مكرمين.
أنا أحب أشكر يعني كل من شارك من زملائنا في الخليج يعني هذا الهاشتاج راي معاكم في البيت. أشكر الزميل الأستاذ سالم لوقيان من دولة الكويت الشقيقة، وكذلك رئيس المركز العربي للإعلام السياحي الأستاذ حسين المناعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المملكة العربية السعودية الإعلاميين الأستاذ سعيد الزهراني والأستاذ يحيى بقاش، يعني أثريتوا برنامجنا وإحنا سعيدين بهذه المشاركة. وفعلا عن يعني الكلمات اللي قلتوها جدا جميلة ومحل تقدير واعتزاز، واتمنى ان شاء الله واسأل الله ان يحفظكم جميعا من كل شر ويجعل هذه الأزمة ان شاء الله يعني عارض وينتهي، وبردا وسلام علينا وعليكم يا رب. من البحرين إلى العالم، هذا كان شعار مسابقة الأفلام اللي أطلقتها مؤسسة نقش البحرينية ووجهتها للعالم لتوثيق هذه الفترة اللي نعيشها وكيف يتعامل الناس ويتعايشون في هذه الفترة، ومن منازلهم راح ينتجون أفلامهم الخاصة. حول تفاصيل يعني هذا الموضوع معي على الهاتف الأستاذة رباب أحمد، الشريك الإعلامي للمسابقة، الرئيس التنفيذي لبيرنيز ميديا. مساء الخير أستاذة. الخير، اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك. يعني من البحرين الى العالم وفي فتره الكورونا، يعني خلينا نتكلم عن الفكره الاساسيه للمسابقه. نعم، في البدء احب اشكر تلفزيون البحرين على دعم مسابقه مسافه للافلام، واثني على جهود الجهات الحكوميه المعنيه في محاربه ازمه كورونا. هذه الجهود اللي باتت مضرب المثل اليوم في العالم، ولكن هذه الجهود الحكومية الجبارة لا تكتمل إلا بتضافر الجهود الأهلية معها، ومن هنا جاءت فكرة المسابقة. هذه المسابقة واللي أطلقتها مؤسسة نقش للأفلام وترعاها بيرنيز للإعلام والعلاقات العامة تنطلق من البحرين لكل العالم مثل ما تفضلتي، فهي مفتوحة لكل منتجي ومحبي الأفلام. يعني شنو الهدف من هذه المسابقة أستاذة رباب، إذا ممكن يعني تشرحين بتفصيل أكثر؟ نعم، تهدف المسابقة لتوثيق هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البشرية من خلال أفلام قصيرة تحول مسافة الأمان التي يوصي بها الأطباء لمسافة للإبداع وللابتكار. ومن الممكن أن تكون هذه الأفلام مرجعية للأجيال القادمة للإطلاع على ما يحصل حاليا بالعالم. تبني قصص من واقع الأزمة تبث الأمل في هذا التوقيت الصعب على كل العالم. وعفوا أرد أن أنوه هنا إلا أن هناك ثلاثة فروع للمسابقة. أولها للأفلام الروائية، والثاني للأفلام الوثائقية، والأخير لأفلام التحريك أو أفلام الأنيميشن. يعني عملية قبول إنتاج الأفلام يعني من البيت، يعني كيف راح تكون الآلية؟ هل هناك في آلية معينة للمشاركة؟ هل في شروط محددة للي حاب إنه يعني يشارك في إنتاج هذه الأفلام؟ نعم، طبعا راح تكون مثل ما تفضلتي من البيت، في الحجر المنزلي او لا سمح الله من الحجر الصحي حتى. فالمشاركه راح تكون عن طريق انتاج فيلم قصير مدته تتراوح من دقيقه الى 20 دقيقه تدور احداثه في فتره انتشار فيروس كورونا. وتقديم الافلام راح يكون عن طريق ارسالها الى موقع مؤسسة نقش للأفلام الإلكتروني nakshfilm.com. والمشاركة راح تكون مفتوحة إلى تاريخ 30 يونيو. نعم أستاذة رباب، يعني أتساءل يعني لما يكون في شخص موجود يعني في المنزل في الحجر يعني أو في العزل صح التعبير، يعني يمكن يكون يعني يستخدم خلينا نقول جهاز تلفونه، فهل هذه من ضمن المعايير اللي مقبوله؟ يمكن شوي ما يكون التصوير واضح، او لازم انه هناك في اشتراطات معينه كذلك للتصوير وجوده الصوره والافلام اللي يتم انتاجها؟ صحيح، الافلام المقدمه والمصوره عن طريق الهاتف مقبوله عن طريق الموبايل، بس بشرط انها
تلتزم بالشروط اللي لازم تلتزم فيها الأفلام المقبولة للمشاركة، مثل اكتمال عناصر الفيلم الفنية من نص وتصوير وإخراج ومونتاج وموسيقى، وطبعاً وأكيد تتوافق مادة الفيلم مع موضوع الجائزة. وأحب أشير إلى نقطة، إلى أن العمل المقدم لازم يكون باللغة الإنجليزية. طبعاً كنا نعرف أن اللغة الإنجليزية هي لغة العالم اليوم، أو أن تترجم الأعمال إلى اللغة الإنجليزية. يعني ممكن الواحد يقدم مثلاً فيلم باللغة العربية ويترجم، لكن لازم يحتوي على ترجمة باللغة الإنجليزية. نعم. مع العلم أن جميع الأفلام المقبولة ستمنح وسام الترشيح للجائزة. نعم. طيب بالنسبة للجوائز، شنو هي الجوائز اللي راح تقدم للفائزين، ومتى راح يعني تعلن عن المسابقة بشكل رسمي؟ طبعا احنا اعلنا عن المسابقة، واشكر تلفزيون البحرين مرة اخرى على هذا الدعم، من مدير التلفزيون إلى ما شاء الله برنامجكم، يعني من المقدم المعدين الفنيين على هذا الدعم، وأيضا وسائل الإعلام في البحرين سواء كانت الحكومية أو الخاصة اللي أعلننا من خلالها هذه المبادرة يعني الجديدة من نوعها في هذا الظرف الصعب، وأعلننا رسميا عن هذه المسابقة. وأما بالنسبة إلى تاريخ انتهاء المشاركة في المسابقة 30 يوليو. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذة رباب أحمد، الشريك الإعلامي للمسابقة، الرئيس التنفيذي لبيرينيز ميديا. شكرا جزيلا لك على المشاركة. من الجميل مشاهدينا يعني شيء يسعدنا بأن كل يوم نكتشف إبداعات شباب البحرين، يعني في هذه الفترة الصعبة بالذات يعني قاعدين يبتكرون ويبذلون يعني جهد فقط علشان يضيفون قيمة أو يحققون أثر، ويوثقون هذه الفترة ويعكسون الجوانب الإيجابية يعني قدر الإمكان. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني مهم أنه يتم يعني توثيق وتسجيل هذه الفترة حتى للتاريخ ولأجيالنا القادمة. يعني إحنا مرينا يمكن كثير من الأمور، ويمكننا صغار سمعنا أن مملكة البحرين شنو قدمت للكل، وشفنا صور وشفنا فيديوهات، والحين يدور علينا احنا نوثق ونسجل كل شيء للاجيال القادمه. الله يحفظكم جميعا، وصلنا معاكم لختام حلقه اليوم، وفي امان الله.